هتافات وشعارات بأصوات نون النسوة. سيدات من منطقة سيدي مومن بالدار البيضاء يخرجن في حملة انتخابية لمساندة مرشحتهم التي تخوض غمار الانتخابات لثاني مرة بالعاصمة الاقتصادية. المرأة المغربية قادة باش تدخل الحقل السياسي، وهذا إذا كان يدل على الديمقراطية السياسية، وهذه ماشي التجربة الأولى ديالي. في التجربة الثانية، التجربة الأولى ديالي كانت مشاركة في الجهوية المتقدمة على جهة الدار البيضاء ستات، وهذه المرة هذا حطيت الرحلة ديالي في المشاركة السياسية بالتسيير المحلي في الجماعة وكذلك في الجهة. كنظن أن المرأة أصبحت لها قوة وأصبحت لها مصداقية في الدفاع عن المشاريع، خصوصا المشاريع الاجتماعية، وأنا لقيت راسي في هذا الاتجاه. التعديلات القانونية المنظمة للانتخابات عززت من تمثيل المشاركة النسائية، ففي الترشيحات النسائية للانتخابات البرلمانية تم تسجيل 2329 ترشيحا، أي بنسبة 34.17%. فاحنا بغينا نكونوا كنا يد في يد وندعموا المرأة ونكونوا معها باش توصل السياسة وتغير لنا النظرة اللي المجتمع كله واخد واحد النظرة اللي هي سيئة على العمل السياسي أو المنتخب السياسي، على أنه ما تيخدمش خدمته وما تيدير والو، سي نورمال كيبقى راجل. مي المرأة تقدر تعطينا اكثر واكثر وقدر تبين لنا اكثر واكثر، وحنا كنا معها باش نساندوها في هذا النهار. بالنسبه لنا حنا خصو يتزاد ويكون واحد الميزان متميز ما بين النساء والرجال باش تكون عندنا واحد القوه اجتماعيه وفعاليه. ترى الحركات النسائيه في المغرب ان المقتضيات الجديده ستساهم في توسيع المشاركه النسائيه وتعكس بشكل واقعي تعزيز مشاركتهن التي ظلت مطلبا ملحا لتلك الحركات. بدأت المشاركة النسائية السياسية بنائبتين برلمانيتين عام 1993 إلى 81 نائبة برلمانية عام 2016، وطموح المرأة المغربية السياسية في تحقيق مجتمع المناصفة يحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة وتعزيز الثقة ما بينها وبين الناخبين والسياسيين. إكرام الأزرق، قناة الغد، من مدينة الدار البيضاء.